قول الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى ووجدك ضالا فهدى ليس المراد بقوله ضالا أي على دين قومه من الشرك والكفر والجاهلية الجهلاء، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بالضلال هنا أي عن تفاصيل الشرائع وتفاصيل الأحكام وتفاصيل أمور الإيمان، كما يوضح ذلك قول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة من سورة الشورى، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي تفاصيل الإيمان وتفاصيل الشرائع لم يكن عليه الصلاة والسلام يعلمها حتى نزل عليه الوحي، لكنه في أول الأمر وقبل المبعث ومنذ النشأة كان عليه الصلاة والسلام على الفطرة، وكان قد بغض إليه أعمال الجاهلية ومنكراتهم وأخلاقهم السيئة والفواحش والرذائل والقبائح، هذه كلها نزهه الله سبحانه وتعالى وطهره منها، فنشأ نشأة مباركة، نشأة صالحة. نعم.